اهلا بكم معانا في فيديو جديد من جيو ستريت، والنهارده هنتكلم معاكم عن الايزوتوبس. الايزوتوبس معناها هي نظائر العنصر المشعة، ومعنى كلمة نظائر العنصر معناها ان هي بتختلف مع العنصر الاصلي في عدد النيوترونات، يعني بتختلف عامة في الوزن الذري، زي الهيدروجين واحد النظير بتاعه اللي هو الديوتيريوم اتش 2، النظير الثالث اللي هو الايه الهيدروجين اتش 3. طيب الايزوتوبس دي انا بدرسها ليه؟ بدرس الايزوتوبس عامه عشان في الجيولوجي اعمل بها عمليه ايج ديتنج، تحديد اعمار، او عمليه اللي هي بقى بستفاد منها في الطاقه النوويه اللي بتطلع لما العنصر بيتحول الى الدوزار بتاعه. طب مثلا الايزوتوبس دي ايه انواعها؟ انواع الايزوتوبس ستيبل ايزوتوبس وريديوجينيك ايزوتوبس. الفرق بينهم بصوره بسيطه ان الستيبل ايزوتوبس العنصر بيفضل هو نفسه، زي مثلا اكسجين O18 بيبقى اكسجين O16، لكن مثلا الريديوجينيك لا، العنصر بيتحول لعنصر تاني، زي مثلا اليورانيوم بيبقى ليد، الروبيديوم بيبقى سترانشيوم، السماريوم يبقى نوبيديوم، وهكذا. يبقى اذا دي ايه؟ دي انواع الايزوتوبس عامه. وانا طبعا وانا بستخدم الايزوتوبس ببقى عارف ايه الايزوتوبك سيستم اللي انا عايزه. يعني ايه ايزوتوبك سيستم؟ يعني نوع الايزوتوب اللي انا هشتغل عليه. يعني مثلا عندي اليورانيوم ال 238، الليد ال 206، ده ايزوتوبك سيستم. ده مثلا بلاقيه مثلا المعادن المرتبطه بيه الزيركون واليورانايت، تمام؟ ده بستخدمه مثلا في تحديد الاعمار الطويله، يعني مثلا الصخر عمره طويل. طب ممكن استخدم اعمار قليله شويه، زي مثلا من حوالي 700 مليون سنه، اليورانيوم 235 والليد 207. طب ممكن استخدم تحديد اعمار اقل وتبقى حتى الطريقه اقل تكلفه، زي البوتاسيوم والارجون، او ممكن برضو طريقه الايه الكربون. بس كده، ودي كانت الايزوتوبس من جيو ستريت، وشكرا لكم.